هناك جهتين بالخصوص التي سوف تكون مهمة للاستثمار بين الخليج والصين. أولا في الاستثمار في البنية التحتية الديجيتال إيكونومي الرقمية، وهذا الخليج لا تزال تحتاج الكثير من المواقع، وهذا استثمار احنا بدأنا في الاستثمار به بالشراكة مع The Asia Infrastructure Investment Bank، وهو واحد من البنوك الصينية المؤهلة للاستثمار في الاقتصاد في القطاع الاقتصاد الرقمية والبنية التحتية في الخليج، وهذا مهم. ثانياً، واحد من أهم الاقتصاد الاستثمارات في المستقبل اللي هو في الطاقة البديلة، وهذه الطاقة البديلة تحتاج الكثير من التكنولوجيا وكثير من العلوم في تكوينها وفي نشرها. الخليج واحدة من أكثر المناطق في الخليج التي تهتم بجهة خاصة بالاستثمار في الطاقة البديلة. كما تعرف إن شاء الله الشهر القادم الإمارات سوف تحتفظ بالكوب 28، وفي غضون هذا الكوب 28 هناك الكثير من البرامج وكثير من إن شاء الله من المعلومات ومن المنشورات التي سوف تقوم بها إنفست كورب، بالإضافة إلى شركات ثانية على استثماراتنا في البيئة البديلة.